لا يغير ذلك من الأمر شيئاً. اهزمه يا أخيل. واصل يا أخيل واضربه بكل قوتك. سيصير أخيل ملكاً لي. الجذب القاتل الآن. هل ستقلد هزيم ثانية؟ ما الذي يجري؟ ما خطبه؟ استمر فأنت تبلي بلاء حسنا يا أخي. تابع الضربات ولا تستسلم. ذلك الضعيف، ترى إلى أين ذهب؟ أخرج الآن أيها اللص الشبح! أين أنت؟ ها؟ الأفضل أن لا تخلف بوعدك! دلنا على مكان هزيم! كان الاتفاق أن تدلنا على مكان هزيم إن كسبت النزال! وهل يستطيع اللص أن يفي بوعوده؟ ها؟ مستحيل! ها؟ ما الذي يحدث؟ لقد أظلمت، لا أستطيع رؤية شيء. سديل، هيا اخرج من مخبأك. أنا هنا يا أبيض. أين أنت؟ استمع جيدا لتفهم. أفهم؟ إن أردت أن تجد هزيم فعليك أن تستمع جيدا. إلى ماذا علي أن أستمع؟ إلى اللقاء.